السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد في اللغة العربية وفصل جديد من قصة كفاح شعب مصر. اليوم الفصل الثاني إن شاء الله يا شباب، وإن شاء الله أول ما نبدأ به هو شخصيات الفصل. الشخصيات التي ستكون موجودة معنا اليوم إن شاء الله في هذا الفصل هي شخصية قمبيز، وهو ملك فارس وكان يحلم دائما بدخول مصر. الشخصية الثانية هي شخصية أبسماتيك، هو أمير منف واتجه إليه قمبيز بقواته وانتصر عليه، أي أنه كان يحارب أو يقاتل قمبيز. طيب، ما أهم المدن التي سيتناولها الفصل؟ الفصل سيتناول مدن وأماكن وردت فيه، مثل دولة أشور. دولة أشور دي يا شباب مكانها حاليا هو دولة العراق، وقد سقطت عام 612 قبل الميلاد. كمان هيتكلم على دولة الفرس، وهي برضو مكانها حاليا إيران. ثم منف، وهي عاصمة مصر في ذلك الوقت، ومكانها اسمه دلوقتي ميت رهينة، وده في مركز البطرشين في محافظة الجيزة. هذه هي المدن والأماكن التي سترد معنا في هذا الفصل إن شاء الله. نبدأ معا أحداث هذا الفصل بتداعي دولة أشور، وده كان في القرن السابع قبل الميلاد. تداعت دولة أشور، أي تصدعت وانهارت، وكما قلنا أن دولة أشور دي مكانها الآن إيه يا شباب؟ مكانها الآن العراق. هذه الدولة تداعت، أي تصدعت وانهارت. مين الدولة اللي كانت الوريثة الشرعية لهذه الدولة أو اللي خدت مكانها؟ هذه الدولة هي دولة الفرس اللي إحنا قلنا مكانها الآن إيران. مكانها الآن إيه؟ إيران. هذه الدولة اللي هي الفرس كانت الوريثة الشرعية لدولة أشور ولهذه الإمبراطورية المتداعية، وبدأ قمبيز اللي هو ملك الفرس يحلم بدخول مصر. كما قلنا أن مصر دائما كانت هدفا للغزاة والطامعين، فراح يعد جيش كبير، يجهز جيش كبير هجم به على مصر، وكانت له الجولة الأولى. ما معنى كانت له الجولة الأولى؟ أي كانت له الغلبة، ثم جاءت الأنباء إلى الفرس أن المصريين لن يستسلموا، وأنهم مصممون على الدفاع والاستمادة. الاستمادة هنا بمعنى الصبر والثبات في الدفاع. هذه الكلمة تدل على شجاعة المصريين وإزاي أن هم بيحبوا وطنهم ويدافعوا عنه، وهم أيضا مصرون على أن يكبدوا الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية. إذا ستكون هناك مواجهة حتما بين الجيش المصري والمصريين وبين قمبيز ملك الفرس. ماذا فعل قمبيز لكي يدخل مصر؟ وما هي الحيلة التي قدمها حتى يتمكن من السيطرة على المصريين؟ لجأ قمبيز إلى حيلة ماكرة حتى يستطيع السيطرة على المصريين، وهي أن يأمر بتجهيز سفينة. هذه السفينة تسير في نهر النيل وتتجه نحو منف كما قلنا، وعليها منادي، يعني واحد بيرفع صوته بالنداء، ورفع لافتة فوق صاريها. الصاري يا شباب هو عمود يقام في السفينة يشد عليه الشراع، كما تشاهدون على الصورة على اليسار. هذا الشراع مشدود على صاري اللي هو العمود الأسمر ده بيسموه صاري السفينة، لكي يطمئن المصريين طبعا إن هو مش جاي عشان حرب، ولا هو أتى لمصر عشان حرب، طالبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير قيد. أخذت السفينة تنتقل من قرية إلى أخرى، وهي تسير بالنيل طبعا، والمصريون يشيعونها بنظرات الحقد والسخرية، أي أنهم فهموا حيلة قمبيز الماكرة، وفهموا أنه يريد أن يسيطر عليهم. معنى يشيعونها هنا أي يتابعونها.
والمراد أنهم ينظرون إليها بحقد وسخرية ودون اهتمام. حتى وصلت إلى منف، ولما وجد الفرس أن المصريين لا يقيمون لهذه الرسالة وزنا، الوزن هنا لا يقيمون لها وزن أي لا يهتمون بها، أرسل قمبيز إليهم رسالة أخرى ولكن فيها نوع من أنواع المكر. تعالوا نشوف الحيلة الأخرى أو الرسالة الأخرى كان فيها إيه. هذه الرسالة كان فحواها إن أنا قمبيز لم أكتب إليكم لإرغامكم، أنا مش جاي عشان أرغمكم على شيء. الإرغام هنا بمعنى الإجبار والإهانة، الإجبار والإهانة. فإني أود زيارتكم. لاحظ برضو بيدخل على المصريين بحيلة أخرى حتى يستطيع التمكن منهم، لكن هذه الحيلة ستدخل على المصريين أم أنهم سيفهمونها؟ قال لهم لا حرج عليكم، إذا أردتم الحضور إلي تعالوا إلي، يعني لو أنتم عاوزين تحضروا لي ونتكلم وأنا الذي سيمنحكم مادا أكثر مما تتمتعون به الآن، يعني عاوز يعرفهم أن هو السبيل والطريق الوحيد لكي يكون عندهم مد أكثر من المد الذي عندهم. يمنحكم هنا بمعنى سيعطيكم. أكتب إليكم هذا وأزيحه عليكم، فإذا استمعتم إليه كان خيرا لكم. طبعا هيبدأ بقى يهدد، لو استمعتم والله كان خير لكم، وإلا فكونوا مستعدين لملاقات غضبي، اللي مش هيوافق ولو رفضتم الرسالة دي هيكون في نوع من أنواع الغضب الذي سينصب على رؤوسكم، أي سينزل على رؤوسكم، وبعدين بيقول كلمة على أساس أنه هو مغرور ومتكبر، فبيقول إني سيد الأرض كلها، يعني أنا سيد الأرض دي ومحدش هيقدر يمنعني من تنفيذ ما أفكر فيه. هذه الرسالة اللي أزحها رسول قمبيز أيضا لم تضعف من عزيمة المصريين، بل على العكس زادتهم حماسة على حماستهم، وأخذوا يتشاورون فيما يفعلون. يعني إيه هنعمل إيه يا جماعة؟ هل سنستطيع نقف أمام هذا العدو الدخيل؟ استقر رأيهم طبعا بطبيعة الحال على رفض طلب التسليم، وأيضا استقر رأيهم إن هم يبعثوا برسالة إلى القمبيز برسالة تهديد أيضا إلى الملك الفارسي. قالوا له إيه؟ نكتب إليك أيها الجبان الرعديد، الجبان الرعديد. لاحظ معي كلمة الرعديد، ما معنى كلمة الرعديد؟ الرعديد الذي يرتعد عند القتال خوفا، أي أنك خائف وجبان. فقد تركنا رسولك يذهب بسلام لا خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة. كان من عادة المصريين وتقاليدهم أنهم لا يقتلون رسولا، الرسول اللي هو بيشيل أو بيرسل الرسالة، الملك اللي بيرسل الرسالة الرسول بيحملها من ملك إلى ملك، فده كان بيسمى رسول. وبالتالي كان من عادات المصريين وتقاليدهم إن هم مش بيقتلوا من الرسول ده، ولكن إذا أثرتم سخطنا فسوف تعلمون ما نحن فاعلون بكم. وده كان رد قوي جدا من المصريين على قمبيز. وما دامت الأنهار تفيض بمياهها، ده تأكيد على عظمة المصريين، وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم أي مثبتة الدعائم وقوية وراسخة فسوف تعلم يا قمبيز ما سيحل بك. هذه الرسالة واضحة جدا إن المصريين مش هيستسلموا، وإنهم لن يرضوا بأن يكون هناك محتل لأرضهم. تعالوا نشوف قمبيز عمل إيه، وهل هناك أيضا محاولات ومؤامرات خبيثة أخرى حتى يدخل مصر، ولا هيكتفي بتلك الرسالة؟ لما عاد رسول قمبيز بالرسالة طلب رجاله، يعني طبعا بيستشيرهم هنعمل إيه في هؤلاء المصريين اللي هم مش عاوزين يستسلموا. فقال له أحدهم أيها الملك قمبيز، المصريون مش سهلين ومدربون على الحروب، وهم لن يستسلموا بسهولة، لا تهاجم المصريين، يعني نصحوا بعدم المهاجمة. طب يعمل إيه؟ هيبدأ يلجأ إلى مؤامرة خبيثة أخرى حتى يستطيع السيطرة على المصريين. فقال له أرسل إليهم رسلا يطوفون بأنحاء البلاد، يطوفون أي يدورون، يعني يلفهم في البلاد ويتحدثون باسم فرعون مصر. طبعا باسم فرعون مصر معناها ان اللي بيتحدث ده هو ملك مصر، طبعا دي خديعة ومكر حتى يكون الكلام في مسامع المصريين يسمعون الكلام ويطيعون يعني.
ويتحدثون حديثا معسولا أي جميلا، معسولا يعني جميلا وفي نفس الوقت يكون مخادع، ويناشدون به الشعب، يطلبون من الشعب إن هم يجتمعوا في وليمة دون سلاح. طب ليه دون سلاح؟ كله يجي من غير سلاح ليه؟ حتى تبعد فكرة الحرب من تفكيرهم، من تفكيرهم يعني عشان ما يفكروش إن إحنا بنحارب فمحدش يجي بالسلاح. فإذا اجتمع شملهم، يعني لو كله اجتمع، جمعهم كله اجتمع، هيرى سيدهم أن هناك سيدا آخر قد صار بيده الأمر، اللي هو قنبيز، هو اللي بيتحكم، هو اللي بيتصرف، هو اللي بيأمر، هو اللي بيطاع، فيستولي عليه الخوف واليأس، وبذلك تخضع له البلاد. برضه حيلة أخرى ومؤامرة خبيثة أخرى من حيل قنبيز، هل ستنجح هذه المرة أم لا؟ بالفعل قنبيز استمع إلى هذه النصيحة وبدأ فعلا ينفذها، وأرسل رسله بيبلغوا المصريين بأمر هذه الوليمة على أساس أن الداعي لها هو فرعون الذي أفضى إلينا بأمور خاصة، أفضى إلينا بأمور خاصة يعني أخبرنا بأمور خاصة، وإحنا عاوزين نعرفكم الأمور دي اللي هتحدث هذا العام. وطبعا لم يشأ أنه بيكتب إليهم بشأنها، بل فضل أن هم يختاروا بأنفسهم، ومن يمتنع عن الحضور فستصيبه لعنة الآلهة. طبعا هو بيتكلم كلام مخادع، وطبعا هو عارف أن المصريين لن ينخدعوا بهذا، وأما من يلبي ويحضر فستحل نعم الإله عليه وعلى أهل بيته. طيب هذا المصريين انخدعوا برضه بهذه الحيلة؟ لا، لم ينخدع المصريون بحيلته، بل علموا أن ذلك برضه مكيدة أي خديعة من أعدائهم للإيقاع بهم. طبعا بقى خلاص الأمر بقى واضح جدا أن يكون في حرب، فجهز المصريين الجيوش، حشد الجيوش وقابلوا بها قنبيز. اتجه قنبيز بقواته إلى منف وفتحها، وغلب طبعا الأمير بتاعها أو الملكة أبسيماتيك، إلا أن الشعب لم يلن ولم يضعف، وإنما استمر يناضل. يعني رغم الهزيمة الأولى برضه الشعب استمر في النضال، واستمر في أنه هو يقاوم، وظن الفرس أن الأمر في مصر قد استتب له. استتب هنا بمعنى استقر، يعني الأمر استقر ليهم، وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أو فريسة سهلة لهم، ولكن المصريين راحوا يقاومون مقاومة الأبطال، وأبوا أن يركنوا هنا بمعنى يميلوا أو يتجهوا، أبوا أن يركنوا إلى العدو الدخيل. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ أبوا أن يكونوا فريسة سهلة إلى هذا العدو، راحوا يقومون، وطبعا لم يركنوا إلى الهدوء في ظل هذا الاستعمار الشرس. كانت حروبهم طبعا بضمد بمجد مصر، وكلهم بيتذكروا إزاي إن جيش مصر جيش قوي، وعليهم ألا يستسلموا وأن يتصدوا جاهدين إلى هذا العدو الدخيل. صدورهم كانت تضطرم بالنيران، تضطرم بالنيران يعني تشتعل بالنيران، وده طبعا تصوير للقلوب التي تخاف على بلدها والتي تخاف على وطنها بأنها لا ترضى بالاستعمار والذل أبدا. فإذا بهم المهم المصريين يقومون قومة رجل واحد في وجه ثائرين متمردين في وجه قنبيز. تمرد هنا بمعنى العصيان في عناد وإصرار. طبعا حتى حولوا وادي النيل كله إلى شعلة ملتهبة، كل أرض مصر كان فيه كفاح وشعبي مسلح، وكلما عاود ملك الفرس الزحف على مصر رده الشعب ذليلا مرة أخرى، وبذلك تحررت مصر من بطش فارس اللي هم ملك قنبيز وجنوده، وهنا بطش بمعنى قسوة وعنف. وتبوأ المصريون عرش آبائهم، أي أقاموا على عرش آبائهم وحافظوا عليه كراما أعزاء، فما أصابهم يأس طبعا ولا ضعف، وبذلك حافظ المصريون على أرضهم، وظلوا سنين طويلة يكافحون إمبراطورية واسعة جدا اللي هي إمبراطورية الفرس، واسعة الأرجاء اللي هي الأنحاء ومفرد رجع، وهم صامدون كالجبال حتى طردوا العدو وتحرروا منه. طيب لو قلنا ماذا نتعلم من هذا الدرس؟
مقاومة المحتل وعدم الاستسلام، كذلك المطالبة بالحق دائما، طالما أنك معك حق فلا بد أن تطالب به، كذلك إعمال العقل في مواجهة الاحتلال، لا بد أن تعمل العقل بجانب قوة السلاح. الآن أحبائي بعض التدريبات على هذا الفصل. أسئلة منها بنوضح الأشياء المهمة والنقاط المهمة في الدرس. يقول في السؤال الأول: متى تداعت دولة أشور وما الدولة التي خلفتها؟ متى هنا تسأل عن الزمان، وبالتالي لابد أن تكون الإجابة مشتملة على زمن. فعلا تداعت في القرن السابع قبل الميلاد، وخلفتها دولة الفرس كوريث شرعي لها. طيب رقم 2: بما حلم قمبيز وماذا فعل ليحقق حلمه؟ بما حلم قمبيز وماذا فعل ليحقق حلمه؟ الإجابة: كان يحلم بدخول مصر، لذلك أعد جيشا كبيرا هدم به على مصر، وكانت له الجولة الأولى. في السؤال الثالث: متى تم احتلال الفرس لمصر؟ طبعا قلنا أن متى تسأل عن الزمان، وما موقف الشعب المصري من ذلك؟ كان الكلام ده في القرن السابع قبل الميلاد، وموقف الشعب المصري أنه صمم على الدفاع والاستماتة وإصابة الفرس بأكبر الخسائر. السؤال الرابع: ما الأنباء التي وصلت للفرس بعد دخول مصر؟ إيه هي الأنباء؟ الأنباء وصلت أن الفرس، أن المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة، وتكبد الفرس أكبر الخسائر. علل لجوء قمبيز إلى استخدام المكر والخديعة، طبعا لأنه علم أن المصريين مصممون على الدفاع وتكبيد الفرس أكبر الخسائر، فأراد أن يطمئنهم حتى يستسلموا له دون قيد أو شرط. طيب ما الحيلة التي قام بها قمبيز لخداع المصريين، وما موقف قمبيز المصريين منها؟ الحيلة طبعا هو الحيلة الأولى، الأمر بتجهيز سفينة تتجه إلى منف وعليها مناد ورفع لافتة يطلب منها التسليم، منهم التسليم من غير حرب. وكان موقف المصريين منها لم يقيموا لها وزنا، وكانوا ينظرون إليها بنظرات الحقد والسخرية. السؤال السابع يقول: وضح موقف المصريين من الرسالة التي أرسلها قمبيز. ما موقف المصريين؟ زادت الرسالة المصريين حماسة ولم تضعفهم، ورفضوا التسليم وبعثوا مع رسول قمبيز رسالة تبديد له. السؤال الثامن: لماذا ترك المصريون رسول قمبيز يذهب بسلام؟ طبعا احنا قلنا على أساس أن هذا افتخارا بتقاليدهم المجيدة وليس خوفا منه. طيب السؤال التاسع: ماذا عرض أحد رجال قمبيز عليه ولماذا؟ عرض عليه أن يبعث رسولا يطوف في البلاد ويتحدث باسم فرعون مصر، داعيا المصريين إلى وليمة دون سلاح، ليبعد عن أذهانهم فكرة الحرب، حتى يستولي الخوف واليأس. طبعا لماذا؟ حتى يستولي الخوف واليأس على فرعون مصر حينما يعرف أن هناك سيدا آخر للبلاد، وطبعا هيتبعه المصريين لأنهم يعرفون قيمة فرعون مصر. طيب السؤال العاشر: لماذا صنع قمبيز وليمة للمصريين؟ وما موقف الشعب المصري منها؟ قال: صنع قمبيز وليمة للمصريين ليخدعهم ويبعد فكرة الحرب عن أذهانهم، ويبث الخوف واليأس في قلب ملكهم حتى تخضع له البلاد. وطبعا كان موقف المصريين منها أو الشعب منها أنه لم تضعف عزيمته وإزدادت حماسته واستقر على رفض التسليم. السؤال الحادي عشر: ماذا ظن الفرس بعد انتصارهم على أكسماتيك، وهل صح ظنهم؟ وضح. طبعا ظن الفرس أن الأمر قد استتب لهم في مصر، وأنه لم يعد هناك مواجهة أو مقاومة. لا، لم يصح ظنهم، لأن المصريين راحوا يقاومون مقاومة الأبطال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. تحياتي لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.